فاكر زمان لما كنت بتتفرج على أفلام الكارتون وتلاقي الحرامي لابس قميص مخطط بالأبيض والأسود، وساعتها ما كنتش تعرف عن الحرامي غير إنه لازم يكون لابس كده. ودي كانت واحدة من الصور النمطية اللي صدرتها لينا السينما والتلفزيون زمان في الأفلام المصرية والعالمية كمان، زي ما شفنا في فيلم قلبي دليلي للنجم أنور وجدي وليلى مراد وفريد شوقي، وفيلم The Adventure 1917 لشارلي شابلن، ده غير حلقات توم أند جيري. طيب إيه السر ورا موضوع اللبس ده؟ بيتقال إن القميص المخطط أو المقل من الحرامية جه من عالم السجن لما حاول مجموعة من السجناء في القرن 19 الهروب من السجن. وقتها ما لقوش ملابس يغيروها، ففضلوا لابسين هدوم السجن اللي كانت مميزة لشكلهم جداً بالخطوط البيضاء والسوداء. وفي كلام تاني بيتقال إن اللبس ده كان مميز للصوص علشان يقدروا يموهوا بيه عيون الناس ويستخدموها بالليل في سرقة البيوت والمصانع. لكن الأكيد إن مفيش حاجة تقدر تأكد لنا السبب الحقيقي وراء الحدوتة دي غير إنها من الموروثات الشعبية المنتشرة حول العالم كله ومن الصور النمطية اللي محدش عارف يغيرها. قلنا بقى في التعليقات، عمرك شفت حرامي لابس مخطط أبيض وأسود؟